الخير لكم مشاهدينا الأحبة من جديد. إذن في هذه المساحة الآن سنتعرف أكثر على شاب محب للتحدي وأيضا مغامرة الطيران الشراعي، وقام بتوثيق لحظات كثيرة عن طريق أيضا تصوير لهذه المغامرات الجميلة والمناظر أيضا من السماء. رح نتعرف أكثر عن هذه الهواية مع ضيفنا الكريم الفاضل محمد بن سعيد الخياري، هاوي رياضة الطيران الشراعي ومصور فيديو. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا جزيلا على الاستضافة. يا حياك الله يا محمد، واحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. مغامرة فريدة وجميلة وعجيبة في ذات الوقت. لكن متى كانت الابتداء ان شاء الله تعالى في هذا المجال؟ بديت في 2020، بداية 2020 شهر واحد بالضبط. يعني انا جديد في هذا المجال، ما قديم. ايش اللي خلاك تدخل هذا المجال؟ ايش اللي استهواك في هالمجال؟ والله حبي للطيران قد يكون السبب الرئيسي يعني. لكن سبق وجربت اساسا الطيران الشراعي مثلا في السلطنة أو خارج السلطنة؟ لا ما جربت أبدا أبدا. كيف قدرت أنك فعلا تدخل هذا المجال وتصير عندك الشجاعة والجرأة والأدوات وما شابه؟ هل في مدرب معين؟ هل أصدقائك مثلا أو شيء ساعدوك في هذا المجال ولا كيف؟ في مدرب دربني على هذا الرياضة. نعم. أيوة. وانضمامي لفريق الظاهرة الهواة يعني من ضمن الأسباب اللي خلتنا ندخل في هذا الرياضة. جميل. طيب محمد، يعني أيضا اليوم تابعت حسابك عبر الانستغرام وشاهدت بعض هذه اللحظات التوثيقية اللي دائما توثقها، وأنت أيضا لما تغامر عن طريق الطيران الشراعي. السؤال، إيش اللي تفكر فيه لما تكون بالفعل بين السماء والأرض؟ والله هو التفكير في البدايات كان تفكير خوف، وتركيزي دائما على اني فقط اطير في البدايات هذه، لان الطيران شويه في نوع من الخوف مخيف. يعني مخيف. ايوه نعم. فبعدين بعد ما كسرت حاجز الخوف خلاص انا صرت يعني استمتع بالطيران اكثر. بعدين صارت عندي افكار ان انا كيف اقدر يعني اروج لهذه الرياضه، كيف اروج للسياحه عن طريق هذه الرياضه. كذلك تمنيت انه ربعي أهلي أصدقائي يجربوا هذه المتعة، لأن شعورك فوق مختلف تماما يعني. من واستطعت تقنعهم؟ والله بعضهم أيوة نعم دخل في رياضة وطار، وبعضهم جاي يجرب فقط كتجربة طيران. والبعض خايف. أنا أول مرة جربت الطيران الشراعي كان في إندونيسيا، وكانت تجربة عجيبة ومميزة وما راح أنسى تفاصيلها أبدا يعني. لكن فعلا في نوع من الخوف في القلق والتوتر في البداية، لكن بمجرد ما تكون في السماء خلاص تنسى كل شيء وتستمتع بكل ما هو موجود لحظتها. كيف تقدر فعلا أنك تقنع الزبون اللي يجي معك أو ربما صديقك أنه فعلا يحلق وبالتالي ما تواجه أي صعوبات أو تحديات بهذا الجانب؟ والله تروي فيديوهات أن الناس تطير يعني، أو أنه يكون في شخص قبله طار يعني، يكون كحركة عملية يعني. أو شوف هذا في أطفال طاروا. الأمور طيبة يعني، نقول له شوف هذا طفل وطار يعني، فليش أنت ما تجرب؟ جميل. نحن نشوف أيضا هذه اللقطات الجميلة وأنت تغامر عن طريق أيضا الطيران الشراعي. يعني يمكن البعض يبحث بالفعل عن مغامرة معينة حتى يعيش مثل هذه التفاصيل الجميلة. هنا نتحدث أكثر محمد، الآن هذه المغامرة هل فيها بعض التحديات؟ والله فيها تحديات، لكن شخصيا أنا أشوف عقبتين رئيسيات اللي هن حاجز الخوف. نعم. أنا أشوف العقبة الرئيسية كذلك تكلفة المعدات، حيث أن هذه المعدات تكلف حدود 3000 إلى 4000 للشخص المبتدئ. الحين وأنت تغامر يعني هذه المغامرة أو هذه الرياضة دائما تعتمد على سرعة الرياح واتجاه الرياح؟ هو تعتمد على الرياح. تعتمد على الرياح يعني للإقلاع والهبوط. أيوة. حاجة ثانية ما لها دخل يعني. كذلك الطقس يعني مهم، أن تكون الرياح ما قوية، ما تكون عاصفة، أو يعني لأنها تأثر على الطيران وكذا يعني. ممتاز. لما يكون معك مدرب الأمر مختلف تماما، لكن لما تكون بروحك الآن حاب يجرب هذه المغامرة، في أساسيات معينة تعطوه إياها قبل لا يحلق أساسا في الزمان كمتدرب جديد؟ أيوة. طبعا في كورسات يعني او دورات وفي مراحل ياخذها يعني عشان يصير طيار مؤهل. ولما تصير طيار مؤهل ما يفضل انك تطير بنفسك من الاساس يعني. الشخص بنفسه ما تخلوه يروح صح؟ ما يطير بروحه، لازم تكون معاه مدرب اساسا.
كمبتدئ ايوه ما متدرب، فقط مجرد حاب يجرب المغامره مثل ما نشوف كرياضه سياحه. ايوه عادي عادي تطير في، لكن يكون معك مدرب، في معدات خاصه لشخصين. اها، طيار امامي والراكب الخلفي. ممتاز. في يعني في معدات لشخصين، لكن نعم. في اساسيات معينه تعطوهم اياها ولا؟ ايوه ايوه في تدريب. في من ضمن الاشياء المهمه طبعا اللي ياخذها المتدرب اللي هي التحكم الارضي، كيف تتحكم بالمظله، هذه من ضمن الاساسيات اللي لازم انت تكون فيها خبير ولا ما تطير. وادوات الامن والسلامه، في ادوات لا قدر الله صار شيء في المظله الرئيسيه، في مظله احتياط، في مظله احتياط جانبيه تكون او ان تكون في الامام عندك. بس اذا في امكانيه انك صار لك حاجه تقدر يعني صار مثلا كلابس او يعني المظله صار لها شيء تقدر ترجعها افضل لك من بدل لا ترمي الاحتياطي يعني. جميل. طيب ايضا محمد سؤالي يعني كيفيه اختيارك للوقت للطيران، وايضا كيفيه اختيارك للموقع والمكان المناسب للطيران؟ نحن نشاهد ايضا هذه المناظر والاماكن الجميله من عمان الغاليه، وفي ايضا فصل مناسب للطيران ولا لا؟ هو ما في يعني وقت معين للطيران. نحن نعتمد على الطقس غالبا انه يكون طقس مناسب للطيران، وفي اماكن معينه مصرحه للطيران. وفي بعض الاماكن طبعا ممنوع تطير فيها مثل الاماكن الحساسه، الاماكن العسكريه، المطارات. نعم. أيوة نعم. اعتقد وقت الشروق والغروب، وقت الشروق هو احسن وقت للطيران بحيث ان المطبات الهوائيه تكون قليله جدا، هي كانت منعدمه. ايوه، كلما ارتفع درجه الحراره كلما زاد المطبات الهوائيه. نعم. وفي التصوير ايضا يعني المناظر تطلع بصوره مختلفه تماما. ايوه، لكن بخصوص التصوير يكون العصر افضل. العصر الالوان تكون اجمل. بالضبط. احنا الى جانب يعني متعه المغامره نشاهد مع المشاهد الكريم الان هذه اللقطات وهذه المشاهد، يعني متعه اخرى تضاف الى هذه المتعه، وهي ايضا متعه التصوير واقتناص ايضا بعض المشاهد، بعض المواقع والاماكن الجميله التي تستحق فعلا التصوير ولكن من السماء. خبرنا ايضا عن هذه التجربه، اتوقع لك ايضا حضور في مجال التصوير صحيح؟ نعم نوعا ما. طبعا لكل مصور طريقته او اسلوبه الخاص في عرض محتواه. جميل. فانا حاولت يعني بقدر الامكان اني اروج عن هذا الرياضه باستطاعتي يعني في صناعه الافلام، كذلك اروج عن السياحه بقدر الامكان في عماننا الجميله يعني. طيب بما انك انت تروج للسياحه، في تفاعل جميل من قبل متابعينك عبر الانستغرام، بمعنى انه يسالوك عن هذه الاماكن اللي انت تزورها عن طريق الطيران الشراعي. في كثير اسئله تجيني ومن ضمنها طلبات طبعا، نريد نجرب نريد نجرب يعني. ويسالوني اكثر شيء عن الاماكن، فين هذا المكان فين هذا المكان، هم ما يتوقع ان هذه الاماكن هم يعرفوها. مثلا في ناس من السواري نفسهم، انا اطير في السواري اغلب الاوقات. ممتاز. يسالوني يقولوا لي فين هذا المكان، اقول لهم هذا في السواري، يقول لي انا ساكن في السواري، اقول انت ما شفتها من فوق، لازم تجرب تطير وشوفها من فوق، المكان جدا مختلف عن انك تكون في الارض. نعم. كنت بديت من مده جدا قصيره، ما هي بالطويله، ففي مواقف حتى اللحظه صارت لك ايضا وتحب تذكرها على الهواء مباشره. أيوة. سواء نعم. كانت مواقف صعبه او مواقف قد تكون ايضا لطيفه وجميله في ذات الوقت. في موقف صعب مر علي، طبعا الرياضه هذه تنقسم قسمين، في طيران يعني الشراعي بالمحرك وبدون محرك، باراموتور بالمحرك وباراجلايدنج بدون محرك. في المرحله ما بين الباراجلايدنج والباراموتور انا تدربت على حمل المحرك، خلاص انا انتقل لمرحله الباراموتور. فخلال هذه المرحله قبل لا اطير بالمحرك، المدرب اللي يدربني راح يجيب اجهزه اتصال، غيب عني مده 20 دقيقه. انا بسبب حماسي وبسبب فضولي قلت بشيل المحرك وبشغل المحرك. فالميزه اللي في المحرك عندي ضغطت زر يشتغل، فكان في عطل فني وكان الريس على الاخر، فجيت اشغل المحرك ويشتغل المحرك على كامل الريس. أوهو. وقوه دفع المحرك طبعا 7000 دوره في الدقيقه، يعني دفع ما هين. زين. فخطفت اركض يعني اركض الين خلاص انا ما تمكنت يعني اجاري الموقف، فسقطت على ايدي اليمين وانكسرت. يا الله. وندمت ندم شديد فذاك اليوم، ما لاني انكسرت لاني ما طرت. اوه يا رب بالعافيه ان شاء الله. لكن السلام. الحمد لله رب العالمين. بعد هذاك الدرس اتوقع وتعلمت منه. درس عن ألف شخص كان. وخاصه انه لازم تسمع كلام المدرب. ها؟ مفترض. هذه الاخطاء الفرديه دائما ننوه عليها، دائما اخطاء الطيارين تكون بسببهم هم شخصيا، 50% من الاخطاء تصير بسببهم وبسبب التهور.
جميل. طيب إن شاء الله في رحلة قادمة بتطلعها قريبا بإذن الله على الأيام. بكرة في رحلة كذلك في ناس هي يطيروا معنا. جميل. نعم. وين إن شاء الله راح يكون موقع الرحلة؟ نحن عندنا موقعين رئيسيين للفريق، يعني تابع للفريق. أيوة. الفريق الموقع الأول في عبري، الموقع الثاني في سواري. فأغلب الناس اللي تجي تطير نطيرها في السواري، يعني بحكم الموقع مصرح والموقع مناسب للطيران. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. نتمنى لك دائما كل التوفيق ومنها للأعلى بمشيئة الله تعالى في هذه الرياضة. محمد بن سعيد الخياري، هاوي رياضة الطيران الشرعي ومصور فيديو، شكرا لك من الأعماق. يبالك تجربتي. لا ضروري ضروري، يعني التجربة لابد منها شيء. يعني فاصل المشاهدين الكرام، بعدها نعود، فخلوكم معنا.